أكثر سلسلة مداهمات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات في مدينة نابلس تحديدا في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية في بلدتي سباستيا وكذلك أيضا عصيرة الشمالية. عدد من الآليات يداهم البلدتين وينفذ حملة مداهمات، وتندلع طبعا مواجهات في إطار تصدي الشبان الفلسطينيين لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له يفيد بإصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، وهنالك استهدافات لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بعدد من الزجاجات الحارقة، فيما تندلع مواجهات عنيفة في المنطقة. الهلال الأحمر الفلسطيني دفع بعدد من المركبات تحسبا للتعامل مع أي طارئ في تلك النقطة. في بلدة حارس إلى الشمال من مدينة سلفيد داهمت قوة راجلة البلدة، وهنالك طبعا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المنازل الفلسطينية، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مركبة من أمام منزل فلسطيني وتم إخراجها إلى محيط البرج العسكري الجاثم على أراضي بلدة كوفل حارس إلى الشمال من مدينة سلفيد. تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة جنين حتى هذه اللحظة باتجاه الحواجز العسكرية الإسرائيلية قد تكشف خلال الساعات القادمة عن سلسلة مداهمات. في وقت سابق من هذه الليلة قبل منتصف الليل داهم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين، وكذلك أيضا بلدة رمانة إلى المنطقة الغربية من مدينة جنين في محيط حاج السالم الذي تعرض لعملية إطلاق نار بواسطة مقاومين فلسطينيين، حيث خاضوا اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك النقطة. بالإضافة أيضا إلى أن مستوطن زعم بتعرض مركبته لإطلاق نار قرب حاج الزعفرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وفي أعقاب هذه المزاعم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بحملة مداهمات استهدفت بلدات يتمة وقبلان وجوريش إلى الجنوب من مدينة نابلس، وقام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق طبعا مدخل جوريش الرابط بين مناطق وسط وشمال الضفة الغربية باتجاه الطريق الرابط إلى مناطق الأغوار. كذلك أيضا للمرة الثانية يعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة عزون في هذه الأثناء، وتتموضع عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك النقطة وتحديدا على مداخل البلدة. وكان قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عمرو أبو هنية 17 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب إصابته في الظهر بجراح حرجة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية، ونقل إلى مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية، وأعلن عن استشهاده نتيجة إصابته الحرجة. بطبيعة الحال المشهد لازال متوتر في مناطق الضفة الغربية مع استمرار طبعا هذه المداهمات المستمرة من قبل جيش الاحتلال. شكرا جزيلا لك خالد بدير مراسلنا، كنت معنا من طول كرم.